هذه المبادرة مزيانة لجميع الإخوان المسلمين والإخوان المعنيين، تشرفنا منه وكانت الأمور كما الحمد لله بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد، كل شيء داير مزيان. بخير رحنا جميع المواطنين من العرب، ونتمنى من العرب كاملين يشكروا إخواننا وخوش، والحمد لله وشكرا. جمال حيات ممثل سيرة الأجرة، احنا في هاد كنتواجد في هاد المكان تبرع بالدم من أجل الناس اللي محتاجين الدم، كاين الناس اللي في حاجة لهاد المادة ديال الدم، وحنا كقطاع سيرة الأجرة الكبيرة في القنيطرة، احنا الحمد لله جينا متواجدين في هاد المكان باش نتبرعوا بالناس اللي محتاجين الدم، ونتمنوا من الله يقبل منا هاد الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للإخوان المهنيين محمد التبرع اليوم. أنا كمتبرع جيت اليوم كمهني ديال سيرة الأجرة الكبيرة للمدينة القنيطرة، جيت نتبرع جميع المهنيين، واعتبر تدخل في العمل الإنساني قبل كل شيء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى كل شيء يجي يتبرع باش من أجل إنقاذ الأرواح، من أجل هذا العمل الإنساني الخيري فقط لا غير. كما اليوم سميت جمعية مهنية الأجرة الكبيرة للتأسيس المهني الكافي في التضامن، كنظموا هذا اليوم ديال التضامن ديال التطوع يعني التبرع ديال الدم في إطار التنويع ديال العمل ديالنا ديال الجمعية ديالنا، يعني ماشي كنشتغلوا كمهني كنقلبوا غير على ما هو مادي، بالعكس أنا كان ما هو ثقافي، ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي. إذا حملة الحمد لله من الصباح الإخوان كيتبرعوا بالدم، هذه الأمور غادي على أحسن ما يرام. هذا واحد الأجر يعني ما عندوش الله سبحانه وتعالى هو اللي كيخلص عليه. الغرض منه أولا نقدوا الناس، لأن كاين واحد الأزمة ديال الدم في البلاصين ديال الدم، ثم أنه غندير واحد المجموعة ديال التحاليل باش نشوف الصحة ديالنا كذلك، الإخوان يشوف الصحة ديالهم كيفاش دايرة، لأن في نفس الوقت حنا كنجددوا الدماء ديالنا، يعني كتعطي الدم